مدحوينها دولة قبلية كتشوبلان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي أو ما أنت سير اسمي أو فريق الفردي على بعض البرلمان كتشوبلان أيام مناسبة فرتان كبرلمان كتشي دي خطبة وكجها ذي أري مكر الدوون وحان وجهرين وكها ذي حرير كتشوبلان دولة فدرال كيسوماليا ماشي جو حميد مريا أحمد مدوبي وحى وشيجين مدح ذا دولة فدرال كيسو وحبا كدوينين حركة على الشباب إسلام مركزنا إيران على مضم وشنيا سيدا يسويجين لا بكون يا سجال كي مركز شباب كيسلايمن هذا لا يدري بأجر شبابكو قف كستا ودين لها علماءها حرمة شعبك دهنسة كلها إيجا وحكاها هبلو من الراعي سامايا مرتد باتا وحا لغوري ديني وحايتها مسالح دو ديبو كوري صوما وحا نبحن لي تكفير بالمصلحة وتكفير أمر هيدو كسابس المصلحة ضوضة ما أنت الدولة ده فضل على الكيتش تي سدة دي فبراير بحين لقطي هدي سدة عيربتو رياض هذا وما نزلها بهم سلطان حلمة أذكر تماضو خاين الوضع باتهاي عميل باتهاي تتكلم على شق إسا يجي تكفير شباب ما أنت بحين كل دوي لا فرق بينه واحد فرق يا ومن تقول حيا دولة فضل على كأي شباب حبيرات مجرو كون وي جالسين كون صوالي ذي كسارا وحنا ننكر يجي شبابكو مرضى أخلاقيا حاجة دغل سيجين وحيا على بدل هالشيء سيحلي دلني كذا ماذا حدا دولة فضل على كأيو كويدي يوقف كسور تشيستاوي قانان خاين الوطن إسلام أركان أي بربرية نظام كيد دولة نميل لغو صوري سي دولة صوماليا أحمد مدوب أي سيدو كلاشيغي إن لو هن شبيو لغو قودية هديو حلق يسكو سيدتشيو إن لديري دونو لونا أديك سندونو دولة ششيي وحاو تلمامين دولة فضل على تدوسو أديك ستي شب الله أنا وحاين لغتي أوليس كأغو بضن إلا سارة قفك اللي ساري أنا أغو بضن العق هذا sida yar war hay raayi malee may raayi mili warkii buush 11 september ama anaan raacna cadawgana yar noqo intaas ay noqoto jawaabta la siinay wiilashay siinayna wiilal yar yar oo dawladdu wax taaba ka yaqaan ma lacagta la la horordhay dadka leeyahay hebel oo lacag qaado iska tag maxay macna looga jeedo waan hanjabaado iyo dawladda kale ayaa loo soo kaxaysto la yiraahdo waan ku dileena lacag baan ku bixineyna awadanka xaalad jahal ka gaad madaxweynaha maamul goboleedka Jubaland Ahmed Madobe waxa uu ugu baaqay madaxweyne farmaajo in miiska wada hadalkiisu ugu yimaada oo ay ku kala baxaan tasuurka Soomaaliya waxaana sidoo kale baaqo diray wadamada Turkiga iyo Qatar oo uu sheegay inay faragelin ku hayaan isla markaana ay dhaqaale badan ku bixiyaan dana gaar oo wadamadaasi wataan waxaana ugu baaqay Turkigu inuu joojiyo tobarada uu siiyay ciidamada dawladda Soomaaliya Qatarna joojiso dhaqaalaha ay ku bixiso Saciid Faarax Agjar Warar Korea TV